بشير، مرحبا بك معنا فولا بروميير فوا فلالا بلس. اول حاجه قبل ما نبداو هي بصحه لا نوفيل كوب جات معاك. الله يعطيك الصحه. سيمو، بغيت نعرف كيفاش قدرتي تنجح وتوصل لهوليوود في مره واحده. بسنوات من الخدمه والكفاح، وانا تولدت فاس وكبرت في الطليان، ورجعت دوزت لادوليسونس ديالي المراهقه ديالي في فاس، ومن بعد درت كل شيء باش جيت بعدا لكازا وخدمت في كازا في الصحافه المغربيه بوندون دي زاني، في الصحافه المرئيه والصحافه الاكريت المكتوبه، ومن بعد عاد مشيت للنسمه في تونس، مشيت للال بي سي في لبنان، ومن بعد عاد دست لدبي العربيه اللي رجعت المراسل ديالهم في لوس انجلوس في هوليوود. دونك سنوات من الخدمه. بن بشير، كون بقيتي في المغرب واش كانت غادي تكون عندك لا ميم كارير لو ميم سوكسي اللي دابا انت عايشو في هوليوود؟ تنظن قبل ديجيتال ما يخرج ديجيتال والديجيتال رد كلشي مشهور، تنظن انني كان عندي ان سوكسي انورم في كازا بلانكا الحمد لله، لان كنت ندير الكوسيب وخدمت لي ماغازين بزاف. كنت ساتوري، واحد النهار صافي داكشي ما بقاش قاتني، دونك مشيت درت لي زانترفيو بالدارجه في الامريكان، ومن تما انا ملي كنت صغير كنت نحماق على الامريكان وحققت الحلم ديالي ومشيت استقريت في ويست هوليوود اللي كلشي باغي يمشي لها، حتى لي زامريكان تيبغيو يمشيو لويست هوليوود. داكوغ، علاش كلشي كيهضر ديغنيغمون على سيمو بن بشير سورتو مورا القضيه ديال سعد مجرد؟ انا كنت نقول الحقيقه والناس ما تستعجبوش الحقيقه اصلا، دونك انا ما هضرتش فيه خايب، ما عيرته، ما سبيته، ما هضرتش على داكشي اللي دار، هضرت عليه على طريقه مهنيه. انا اعلامي، جاني الخبر دوزته قلت كان الاغتصاب في البي في، كان المخدرات هضرنا عليهم، كاين بزاف اللي ما عجبهمش الحال، ولكن ماشي مهم، ولا كانوا تيهضروا عليا داكشي اللي باغيت انا جوستومون في بارتي دو مون ترافاي، باسكو انا جو سو جورناليست، انا ما تنقيتش في عقد الزياد في المقاطعه، انا تندوز اعلامي، وجه اعلامي، تندير لي زانترفيو، تنكون في لوريت كاربوس، تنسافر اترافيغ لو موند، دونك جوستومون اللي هضروا عليا سي سوبر، ميرسي بوكو لهذوك الناس. سيمو بن بشير، واش الصراحة ديالك خلق لك مشكل في حياتك؟ ما تنظنش، باسكو أنا الحمد لله تنخدم في العربية في الأمريكان، والأمريكان هما اللي عطاني الأوراق باش نخدم تما والعربية تتخلصني، وما تنظنش كولا كان أنا ما تنقولش الصراحة ما كنتش غادي نكون هنايا أصلا، ولكن ديك الصراحة تديرونجي دي جون وهما اللي تيهضروا عليا قبيح وهما اللي تيبغيو يحاربوني، لأن هما اللي عندهم مشاكل، أنا ما تنقول شي حاجة راه ما تنقولها حتى تنكون تيقن منها، هما حنا في المغرب تيمشيو أنا ما تنتيقن من الحاجة تنقولها، دونك ملي تنحلفو ملي تنهضر بأن أرغيومون، وهذا هو المشكل اللي عندنا هنايا، الناس هي تتهضر، هي دايرين يديروا كاميرا ويديروا ويلوحوا في الإنترنت، نو أنا تنتأكد من الخبر اللي تيقولوا على الطريقة الأمريكية عاد تنهضر. كيف داير علاقتك بالفنانين المغاربه؟ الفنانين المغاربه بو انا ما غنقولش عندنا دي ستار، ولكن عندنا وجوه معروفه، لان ستار سي كلمه كبيره، سي توت ان انتوراج ولي ماناجير توت ان توشتو. دابا شنو وقع لسعد؟ لانه هو كان سوبر ستار ديال العالم العربي، ما عندوش حتى ديال ماناجير اللي وقع له المشكل اللي غادي يوقفوا معاه واللي غادي يكيديوه واللي غادي يصوبوه، ما كانش معاه حتى واحد. دونك لي ستار اللي كاينين في امريكان سي توت ان انتوراج، لي كارت دو كور، شيف سيكيورتي، الماناجير، كل شيء. دونك تنقول وجوه معروفه. انا جي في دي انترفيو بوكو فاش بديت في العربيه، كنت تندير لي كرونيك بلونجلي، دونك درت مع بزاف ديال الوجوه المعروفه هنايا، وعندي علاقتي معاهم مزيانه طيبه، وكاين شي وحدين طالعين جديد دابا في لاسان نعرفهمش، ولكن واحد النهار يمكن نجي نعرفهم ندير معاهم دي انترفيو. دونك تنظن انني علاقتي جيده، وهذوك اللي عندهم الدوس، باسكو بون حنا كنا في واحد صافي دي زاني كنا في كازا، تنعرفوا هذه شنو دارت وهذا شنو دار وهذا كيفاش جات. تلقى بحال دابا مثلا دي كرونيكوز في التلفزه ديالنا تياخذوا 1500 درهم ولا عندهم ان سالير دو 2000 درهم وعندهم طوموبيلات وديور، دونك انا تنعرف الماضي ديالهم اللي غنقولوا شويه الماضي الاسود اللي هما ما باغيينش يخرج دابا. علاش قررتي انك تبدا مرات بحال كدير سسبانس للناس والمتابعين ديالك بخصوص بعض الوجوه اللي انت قلتي دابا ولكن سون سيتي لوغ برينوم؟ توزي بدا القرات في ما تنقولوش البوز ولكن تنقول لي خدمتي، ملي ما تتقوليش السميه بلوس لي جون تيبغيو يعرفوا شكون، باسكو ملي تقولي السميه تتبردي لهم لو تخويك، وانا ماشي ما عنديش مشكل مع كالكان. كاين انا هاد ديغنييغمون درت واحد لو بوست وديك الشيء سون دير لي نون، باسكو انا تنكره لا مانيبيلاسيون وهما اي مانيبيول لي جون، باسكو تيجي تتقول هاد المراهقه اللي طالعين في انستغرام كلهم باغي يرجع في لانا وفرت لانا، سي با لا فيغيتي، سي تتمشي للمالديف وانت تاخذ 2000 درهم وتتمشي للمالديف وتسرى لك وتطلع لك في الطياره وتهبط لك السكن ديال 30 مليون. دونك كلنا حنا اللي حنا في الدومين اللي حنا تنخدموا حنا وعندنا لي سالير ديالنا بحالهم ما تنعرفهمش منين جابوا داك الشيء، دونك وهي تتقول لهم الفو ترافاي الفو فير الفو هادي في البوست. دونك انا دوري ومن حقك كاعلامي نتيغ لاتونسيون لا نوفيل جينيراسيون اللي تتبعني انا في انستغرام، نقول لهم فيت اتونسيون راه ماشي كلشي فري، فهمتي؟ مثلا تلقاو وجوه مغربيه حنا تنعرفوهم في البيران حتى 5 الصباح وتجي لغد وتقول لك جمعه مباركه، دونك سابي لا مانيبيلاسيون، دونك اللي عندها مشكل هي ماشي انا. المنشورات ديالك على انستغرام
اي حاجه حطيتيها اي بوست حطيتيه كتقول فيه شي حاجه على شي واحد بلا ما تقول لو نون ديالو كدير لو بو سا كارتون كيتبارطاجاو في لي باج اللي مهتمين بالمشاهير سوغ انستغرام. في نظرك علاش لا نوفيل جينيراسيون طالعه بهادشي لي ريزو سوسيو طالعين باغين داكشي الامريكان؟ دونك تنظن ان تندير واحد الطريقه امريكيه بالدارجه ديالنا دونك توصل لهم المعلومه والحمد لله هذا من فضل ربي باسكو كل ما كنتش انا تنقول لا فيغيتي ما كانوش غيبارطاجيو. دونك انا فرحان بان دونك خدمتي اعلامي ملي تنقول شي حاجه تتبارطاجو تتقول بحال تقول الامريكان ات جوز فايرال دونك تتمشي بارتو دونك سي بيان. دونك الشباب المغربي اللي طالع اسوافي باش يدير شي حاجه جديده لان جبت لهم على الطريقه الامريكيه. ماشي كاع الناس كيكونوا متفقين مع داكشي اللي كتقولها سيمو بن بشير 100% وكيكونوا دي فوا شي انتقادات دي فوا الناس ما كتعجبهمش الهضره ديالك واش هادشي ما كيدرونجيكش انت ترانكيل غتبقى دير هادشي اللي كدير فيه بيان سور غادي نبقى نديرو بالعكس ملي تيكونوا قالك لي فرونسي قالوا سولي كي في با دو بروي نانتيريس بيرسون اللي ما دارش ضجه ما تهم حتى واحد وحنا تنعرفوا حنا العرب ديال الناس خون دونك كلشي تنتقد حنا تنتقدوا كلشي تخرجي في الزقاله مزيان غينتقدوك دونك بلا ما دايره حتى حاجه مازال ما هضرتي ما درتي معاهم حتى حاجه حنا ضغطتك شي عندنا في الدم والنبي صلى الله عليه وسلم انتقدوه دونك انا قدام النبي وقدام لي زوتر ريان دو تو دونك بالعكس انتقدوني وتنتقدوني. واش بصح عندك مصادر موثوقه اللي على اساسها كتحط هذوك المنشورات ديالك حيت بزاف ديال الناس كيكذبوها وما كيتيقوش كيقولوا سيمو بن بشير دو فوغي كيدوي اون سو بازون سو ريان. بطبيعه الحال سميتو تنتاكد من الخبر عاد نطلقو لان كاين ملاحقات قانونيه وهذوك اللي انا كتبت عليهم نقول لهم يدعوني ما يقدوش لان اولا ما تكتبش انا الاسماء ثانيا انا قلت لك الشباب اللي طالع كله تعرف بان لا فيغيتي هذيك الحقيقه تتخلي بزاف ديال الناس باغيين يقولوا لك ما عندهمش صوت ميدياتيك ما عندهمش صوت اعلامي دونك انا الا كان عندي صوت اعلامي سافو دير اللي قالوا ديرنيامون تنجي نقرب لها ونمشي سافو دير عندي صوت اعلامي الحمد لله بخدمتي وبلو تخوك ولكن ما تنقول حاجه تكون متاكد منها عمرني ما غنجي نقول على شي واحد شي حاجه بغيت نقول رايي على شي حاجه تتوقع في المغرب ما تتعجبنيش تنقولها كراي شخصي ولكن من تنكتب على شي واحد without saying the name بلا ما نقول السميه تنكون متاكد ان عندي الخبر تحت الدف وقال لك الاعداء ديال اعدائك صحابك الاعداء ديال هادوك هما اللي صيفطوا لي داكشي تيجي حتى لعندي. الوغ سيمو بن بشير شكون هما اقرب اصدقاء ليك في المجال الفني؟ ما بغيت نومي حتى واحد ولكن عندي صحابي مثلا بزاف ممثلين مغنيين في الدومين المغربي وملي تيجيو الامريكان تيعيطوا ليا جادوغ لي فناير جادوغ انس الباز جادوغ امين لاكتور ناجي عندي بزاف ديال الاسماء هادو اللي طالعين لا نوفيل جينيراسيون جادوغ سكيل فون مي فوالا دونك عندي عاوتاني اعداء في الوسط وهذوك الاعداء كاين شي وحدين ما تنعرفهمش كاع هما تيكرهوني وما فهمتش علاش ولكن صافي في دوما سيليبر نو. على ذكر هذا الشيء انتشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اللي دوا فيها واش مع على اون بيرسون اللي الناس كاملين استنتجوا ان هاد لا بيرسون هي سيمو بن بشير شنو ردك على هذا الموضوع؟ هضروا لي على ذاك الفيديو وقالوا لي بانه هو دار تحدي انا ما بغيتش نضيع الوقت عليه هو باسكو بون كلشي عارف ليستوار ديالو هو انا واش ما عندي غيان كونترول لي انا واش ما كنت واحد النهار عند عماد قطبي وسولني على هذا المجرد هضرت على هذا المجرد هو بوحدو ناتي ترطى ودار فيديو تيعيرني فيها وحتى واحد ما قالو دونك ما عرفتش شنو لا بوزيسيون ديالو واش هو المانجر واش هو صاحبه واش شنو العلاقه ديالهم ما عرفهاش دونك هو بوحدو تلاح عليا دونك انا فاش جاتني لوكازيون رديت عليه ومشات هادشي داز عليه عامين ونص ديغنييرمون هو داز في ديك ليميسيون بيناتنا قال له هذاك الاعلامي اللي ماشي هو اعلامي تيجي هنا قرب لها ويمشي جيت انا فاش درت في ليميسيون واجبتو قلت له انا هذاك السيليس ما تنعرفوش اصلا سكي فغي عرفتو مع زهره يعقوبي اللي كانت تنعرفها من 2002 وقرات في كوليج لاسال ملي كانت تقرا تنعرفها والنهار اللي دارت لي ديفيلي ديالها جيت فاش جوجات بالسيد عرفتنا براجلها فاش تلقات منه السيد ما كنا تنكون تنعرفو راجل زهره ما كان عنده علاقه بالتصميم من غير انه هو راجلها فاش تلقات السيد دار تصاميم التصاميم ديال الرجال دونك انا افكتيفمون لبست عندو فيستيفال مراكش ولكن ما رغبتوش باسكو حتى تكون سميتو طوم فورد عاد نجي نرغبو اولا ثانيا دابا هو طلع غيديكول باسكو هو دار فيديو ما تاكدش من الخبر انا داكشي اللي كتبت عليه في ستوري ديالي انا متاكد من الخبر وعندي وثائق هو جا قال لك هذا السيد الا جبتي ديال الصحافه الدبلوم ديال الصحافه غادي نشد واش ما زعما سوك كوم سي لافي لي بوتيك فيفس افينيو ولي شانزليزي والبولفار المسيره دونك جيسبيغ غيشد باسكو ايفيكتيفمون تسرب الدبلوم وتحط البارح ودير فضيحه وكلهم طلع غيديكول دونك واش غيشد لنا هاد لي بوتيك انا ما عرفتش وين عنده لا بوتيك مي الا كان عنده لي بوتيك فيفت افينيو تو سا خساره المساكن العمال اللي غيمشيو ويجلسوا بلا خدمه غيبقاو فيا ديجا مساكن.
بما انك عايش في هوليوود، في نظرك واش كاينين شي فنانين مغاربه واصلين للعالميه، واش كاينين شي فنانين مغاربه كيعرفوهم الناس في هوليوود؟ كاين بيان سور رضوان اللي وصل لهوليوود وخدم مع لي بلو غون ستار، كاينه سنه حمري اللي دابا تدير اكبر شو في الامريكان سميتو امباير، وانا كنت درت معها انترفيو في 2010 بالدارجه في ريد كاربت ديال نيويورك. كاين فرانش مونتانا، كاين شي مغاربه طالعين دابا وبون قلال، ولكن كاين شي وحدين معروفين دابا في هوليوود. كاينين شي فنانة اخرين مغاربه بادين وكيعتبروا راسهم في العالميه، انت شنو هي بالنسبه لك العالميه؟ انا نقولوا هذا الفنان عالمي وهذا الفنان ماشي عالمي. نو حنا عندنا طوندونس نقولوا كل شيء عالمي، كل شيء احسن حاجه، كل حاجه كبيره عالمي خصك تكون في هوليوود. انا طونك تندير المشاهير تنتفرج في دي زيميسيون اللي تيدوزوا كل نهار في امريكان مع ماريو لوبيز الين وكل شيء، تنشوف شكون تيدوز تما. دونك لحد الان مازال شفت واحد فيهم، دونك اذا كانوا عالمي هما تيقدروا ينوضوا الصباح يقولوا انا والبوغوس زعما من حقهم، مي ملي تجي للخدمه ما كاينينش. واش عمرك شفتهم في اكسترا انترتينمنت تونايت في لي زيميسيون كي كارتون في الامريكان؟ عمرنا ما شناهم في لي زيميسيون امريكان ولا في لي ماغازين امريكان. دونك النهار اللي يدوزوا هنا ديك الساعه انا غنهضر عليهم، انا غنعيط لهم ونرغبهم ندير معاهم انترفيو، اون اتوندو خليهم يقولوا عالمي. ما نقدروش نقولوا بلي الساحه الفنيه المغربيه ما فيهاش اصوات اللي هي زوينه بزاف واللي غادي تقدر واحد النهار توصل للعالميه. ما بين هاد الفنانين الشباب شكون هما اللي كيبان لك يقدروا يوصلوا لهذا الشيء؟ تنظن ان طلع واحد الشباب زويون هاد الايام. انا واخا في هوليوود متبع شويه شنو تيدوز في لاسين ماروكان، كاين امينوكس كو جادور باسكو عنده لو لوك الامريكان، كاين زهير البهاوي حتى هو بوغس زوين ونايس. دونك تنظن ان هادو يمكن لهم يوصلوا دابا يمشيو للخليج ويوصلوا للعالميه الى عرفوا يديروا لي بون ديل ولي بون ديو افيك دي ستار كونو باسكو جون وعندهم لا توندونس انترناسيونال ويمكن لهم يوصلوا. تنظن لان احنا فاش كبرنا، انا فاش كبرت مع التلفزه المغربيه وديك الشيء كبرنا مع الشراف والكبار، دابا صافي طالع لا جينيراسيون الحمد لله يمشيو هذوك شويه من التلفزه راه سكنوا فيها راه كبروا فيها وغيموتوا فيها. سيمو بن بشير شنو هو بالنسبه لك سر النجاح؟ شوفي المثابره، واخا الناس ما يحملوكش ديري خدمتك وسيري. انا ملي كنت صغير كان عندي لغه باش نمشي لامريكان، كلشي كان تيقول لي وانت عندك الفيزا وانت ما عمرك ما تمشي. حتى شافوني في الجراميز لي زوسكار وشدوا فمهم، عمرك ديري لي دي فراسك وسيري جوسكو بو وخلي ما تسمعيش سورتو وسورتو دياولك ما تسمعيهمش. باسكو الحمد لله اليوم انا جيت في امريكان، سير امريكان اللي حلوا لي البيبان، سير الخليج اللي تيخلصني. تنجي لابس مزيان بابيون قبل الميكرو وغندير خدمتي وغنمشي بحالي. سي غير سكو جو في فيستيفال مراكش، وهذا العام غنعاود نرجع لفيستيفال مراكش باسكو ديال لام شوز ديال لوفيرتور كلوتور، تنجي تندير لي انترفيو ديالي تمشي بحالي. دونك خدمتك المثابره ديالك هي اللي غادي تشفع لك. اول شيء شكرا لكم ونتمنى لكم بون كونتينياسيون، والمشاهدين تنبغيكم اتصلوا بيا، ولي جون اللي باغيين يتلانصوا في الاعلام انا ما يمكنليش نهضر على كل جميع الدومين، اللي باغي يتلانصوا في الاعلام سي فو زافي بوزوان ديال لي زيدي ولا دي كونساي انا موجود، صيفطوا لي في انستغرام باسكو تنواجب كل واحد.